قررنا بالنسبة للميركاتو، ميركاتو الصيفي اللي يبدأ من 20 جوان حتى 14 أوت، مرحلة التسجيلات تكون في هذه المرحلة. بالنسبة للميركاتو الشتوي، ميركاتو الشتوي راح نزيد نحدد المدة بالنسبة لبطولة الشان، لأنه في الشان عندنا في الجزائر، وبالتالي راح نحاول ما ننظمها مع هذا الشان حتى بوكي ني با تشوفوش ما، وحتى ما تكونش كاين ثاني تداخل مع هذا المنافسة، وحتى نسمح للجميع انه يشارك بصفة منتظمة وبصفة يعني يكونوا حتى اللاعبين والمسيرين يكونوا رأسهم مع المسألة. يعني البطولة تعود تبدأ، يعني لا ريبريز دو شامبيونا بروفيسيونيل يعاود في 19 اوت، المفروض نقدروا نبدأ في 19 اوت، حتى اللي ما ننساوش باللي البطولة راح تكون السنة الجاية ان شاء الله راح تكون ب 16 فريق، مش ب 18 فريق كما قلنا. يعني بالنسبة للنظام الجديد للبطولة